بهدف دعم الشباب وإدخالهم إلى سوق العمل، أطلق مؤتمر فرص العمل شباب جوب الذي تقيمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية وبمشاركة 20 شركة من القطاع الخاص لتأمين أكثر من 500 فرصة عمل لشباب في محافظة حماة. فتحنا اليوم مؤتمر فرص العمل في محافظة حماة، وكنا نحن هناك كان مقدمة أيضا لهذا المؤتمر، هو مؤتمر الاستثمار الذي عقد في محافظة حماة، إضافة إلى افتتاح أكثر من فعالية تجارية وصناعية في هذه المحافظة، كلها تهدف إلى إيجاد فرص عمل لطاقات الشباب الخريجين الجدد. مشروع مميز ومن أجل تأمين فرص العمل لشبابنا، وخاصة يعني طبعا الفرص هي راح تتحقق ان شاء الله بالمرحله القادمه، بتعرفي انت بعد انتصارات جيشنا الباسل ووضعنا على الارض صار قوي حتى اقتصادنا بتحسن مستمر، لذلك فرص العمل راح تكون هذا، ولكن هي اسلوب تنظيمي لتامين فرص العمل. شباب جوب اليوم هو كان حاجه للحياه الاقتصاديه بحما، خاصه صار عندنا فرص كبيره من خلال الشركات المشاركة معنا، اليوم أكثر من 20 شركة مشاركة، صار في حاجة كبيرة للعمال، لخريجين، لإداريين يكونوا موجودين بهاي الشركات اللي اليوم بلشت سوريا تنهض من أول وجديد. الميزة التنافسية أو الشيء المختلف عن باقي معارض فرص العمل اللي صارت بيتضمن شقين أساسيين. الشق الأول هو نحن ألزمنا أو أخذنا تعهد من الشركات المشاركة أنه تطرح فعلا فرص عمل حقيقية وتأخذ تعبي الفاكنسيز المطروحة من فرص العمل من قبل هذه الشركات من العالم اللي تقدمت خلال فترة المعرض، هي من جهة، ومن جهة تانية أنه تكون السوفت سكيلز اللي عم تنعطى على هامش المعرض عم يقوم بإعطاء أصحاب العمل أنفسهم. هذا التعاون أثمر عن توفير اليد العاملة للصناعيين وفق معايير محددة لضمان استمرارية إنتاج القطاع الصناعي الخاص، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل للمستفيدين والشباب نواة المجتمع، مع إعطاء الأولوية لذوي الشهداء والجرحى والنساء المعيلات.